السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة اختراعات بلادي، ومرحبا بكم يا اخواني في هذا الفيديو الجديد. ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم، ويدخل عليكم بالصحة والهنا والتوبة والمغفرة يا اخواني الكرام. لدينا لكم هذا الفيديو الجديد عن هذا الجهاز لكشف عن المعادن وعن الذهب. نعم يا اصدقائي، لا يمكنك ان تقوم يعني بالتفكير ان هذا الجهاز فقط يكتشف عن الحديد او المغناطيس بما يسمى يا اخوان، بل انه يكشف عن المعادن وعن الذهب ايضا يا اخوان، والكثير من المعادن. الان سوف نقوم بتجربته حتى لكي نرى حقا ان هذا الجهاز يكشف عن ذلك. هل حقا هذا الجهاز يسمح به شرائي يا اخواني الكرام؟ فان الثمن فهو رخيص جدا يا اصدقائي. ما علينا ان نقوم بمشاهده هذا الفيديو بالكامل يعني من الاول حتى الاخر، حتى لكي تتعلم وتستفيد كيف يشتغل هذا الجهاز، وكم ثمنه تقريبا يعني من دولار يا اخواني الكرام. والتفاصيل كل سوف نعرضه في هذا الفيديو، ما عليكم ان تبقوا معي في هذا الفيديو. السلام عليكم إخواني الكرام، هذا الجهاز الذي تحدثت عنه قليلا يأتي مع هذه المحفظة الصغيرة كما تلاحظون معي، بهذا الشكل كما تلاحظون معي. هذا هو الخاص بنا، الجهاز لكشف عن المعادن وعن الذهب كما تلاحظون معي. الآن سوف نتعرف عن مميزات هذا الجهاز. نعم، فهو يشتغل على الكثير من المعادن يا إخواني الكرام، وحتى الذهب يا إخواني الكرام. هذا الجهاز فهو عمقه 10 سنتيمات يا أصدقاء، ولديه مكبر صوت مع هذه المصباحين الليد كما تلاحظون معي. اسم هذا الجهاز ميتال ديتكتور كما تلاحظون معي، يعني كشف عن المعادن يا إخواني الكرام. سوف نتعرف عن هذه المميزات لهذا، بعد الخصوصية لهذا الجهاز. يعني يشتغل على 9 فولتات بشاحن 50 ميلي أمبير، وبإمكانك أن تقوم بإضافة له يعني بعد السماعات الخارجية كما تلاحظون معي. لدينا هذه الباور، بإمكانك أن تقوم بتشغيله وإغلاق هذا الجهاز يا إخواني الكرام. والآن لدينا بطارية لهذا الجهاز، فهي تحتوي على 9 فولت كما تلاحظون معي. فالأمر فهو سهل جدا يا إخواني. بصراحة يا إخواني الكرام، لقد أحببت كثيرا هذا الجهاز، فهو سهل جدا، يعني لا يكشف على العمق كثيرا، ورغم ذلك أنه جيد يا إخواني الكرام. الآن سوف نقوم بتجربة يعني جميع المعادن. يعني تلاحظون الآن هذه القطعة الحديدية التي توجد في يدي، يعني قطعة يعني من المعادن كما تلاحظون معي، فهو يشتغل. ولدينا هذه القطعة كما تلاحظون معي. والآن يا إخواني الكرام، سوف نقوم بقلبه حتى لكي نقوم باستكشاف هل حقا أنه يشتغل من جهة ثانية. ولدينا لكم هذه الإخوان، هذه القطعة الفضية كما تلاحظون معي، فأنه يشتغل معها. وما أعجبني في هذا الجهاز يا إخواني، عندما يعني تترك معدن فوقه يعني بدون أن تقوم بتحريكه تلقائيا يعني يا إخواني الكرام، حتى لكي لا يضيع عمر البطارية، فتبقى يعني البطارية سالمة معنا لوقت طويل يا إخواني الكرام. كما تلاحظون معي هذه المعدن يعني من الفضة، وأيضا نقوم بإحضار لكم هذه البطارية كما تلاحظون معي، فهي من الحديد، وأيضا نقوم بتحريكها. حقا أن هذا الجهاز يا إخواني جهاز رائع. فيعني الكثير منكم يتساءل كم ثمن هذا الجهاز يا إخواني. أنا حقا أنا اشتريت هذا الجهاز تقريبا يعني 10 دولار. نعم يا إخواني، والله العظيم يعني اشتريت هذا الجهاز من سوق يعني بيع الخردة، يعني ذهبت إلى سوق بيع الخردة وحصلت عليه يا إخواني الكرام فقط ب10 دولار. يعني فهو رخيص جدا، يعني بإمكانك أن تقوم بالحصول عليه من الإنترنت يا إخواني الكرام. يصل ثمنه تقريبا إلى 80 دولار أو 70 أو 60 دولار، يعني فالكثير من الأجهزة تقريبا يا إخواني الكرام هذا هو ثمنها. يعني فقط يبقى حسب العمق يا إخواني الكرام، يعني عوض أن تقوم بشراء يعني جهاز يعني تقريبا يكشف عن 30 سنتيمتر أو 20 يا إخواني الكرام، وأن تقوم بالحصول عليه بثمن باهت جدا يا إخواني الكرام. فأنا أقوم بنصحك أن تقوم بشراء هذا الجهاز، يعني تكلفة رخيصة جدا،
ويا إخواني هذا بإمكانك أن تقوم ب يعني أن تقوم بالذهاب إلى البحر أو الشاطئ، وثم تقوم ب يعني إعطائه بعض التحريات قليلة. بإمكانك أن تقوم بدمجه مع عصا، وتقوم ببحث عن يعني المعادن الذي يوجد في الشاطئ يا إخواني الكرام. فشكرا لكم على هذا المشاهدة لهذا الفيديو يا إخواني الكرام. ويا إخواني الكرام، فأنا لا أتحمل مسؤولية لأحد، فهذا الجهاز يعني في بعض البلدان فهو ممنوع يا إخواني الكرام، فقط يسمح باستعماله في الشاطئ ولا يتعدى عمقه 30 سنتيمتر يا أصدقاء. فقد كان كل شيء في هذا الفيديو، نتمنى أنكم تشتركوا معي في القناة إذ كنتم جديدا يا أصدقائي، وشكرا لكم كثيرا على مشاهدة لهذا الفيديو، فنلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. ورمضان مبارك سعيد عليكم وعلينا، أن يدخل عليكم بالصحة والهنا والتوبة والمغفرة يا إخواني الكرام. شكرا لكم كثيرا يا إخواني الكرام، فنلتقي فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.